تفضلي. تفضلي. إذن اليوم مثل ما شفنا، أنا ضيفنا لليوم الكاتب شكري أنيس فخوري. أهلا وسهلا فيك. أهلا. نحن كثير سعيدين بوجودك معنا، ومثل العادة كل عمل عن جد بنقول يمكن هون وصل للقمة، بضل بعد في أحلى وبتفاجئنا بعمل جديد. إذا هيك ممنون. زفافيان هو العمل الجديد لك يلي رح يتصور بأواخر أيلول. نعم. أول تشرين تقريبا. نعم. زفافيان خبرنا يعني من العنوان مبين. إيه. هلأ هو مزبوط زفافيان لأنه الكلمة العربية زفاف. صح. يان هي بقى أرمنية بحت. الملحق الأرمني، لأنه القصة بتدور حول بيئة لبنانية عربية أرمنية. ما بدنا نقول بيئة لبنانية وبيئة أرمنية، لأنه توجه الفيلم، رسالة الفيلم، إنه الأرمن مش جالية في لبنان، أرمن هن لبنانيين. أرمن مثل ما في هي طائفة أرمنية كمان. ولا بفوت أنا بهالكلمة، لأنه مسيحية الأرمن فيها الأرثوذكس وفيها الكاثوليك وفيها الإنجيليين، ولا بسمي طائفة. نعم. أنا شريحة اجتماعية معينة. شريحة. هلأ عم نحكي عن زفافيان، بس تنقول إنه منه مسلسل درامي. لا لا، فيلم سينمائي. هو فيلم سينمائي رح تتولى إخراجه كارولين ميلان. صح. وأسامي الأبطال تقريبا اكتملوا، فينا نسميه أمي صياحي. أمي صياحي، هايجو. هايجو اسمه بطلي. كارلوس عم تتمرن عزار على الأرمني جدا. أوكي. أوكي هلأ برجع بسألك. أوكي كمل. كارلوس عزار، سامي، جناح فخورة، فخوري لغلبط باسم عائلتي، تيتا عبلة، بيير شمسيان الأب، هاجوب ميري بانوسيان، إما للبنت سوسي. عم نلعب لعبة أرمنية مهضومة، أرمنية عربية، أسامي أرمنية كمان، يعني تيبيك أرمنية، حكي أرمني وسوتيتراج أرمني، بس طبعا مش كتير. يعني البطلة ليه مش أرمنية؟ أمنيتي كانت، مع كامل محبتي واحترامي وتقديري لأمي، أمنيتي كانت تكون أرمنية، لأنه عم نحكي عن أرمنية، بي أرمني وأم أرمني. إذا بقلك ما بتصدقي، قابلنا ما لا يقل عن فوق 90 بنت صبية أرمنية ما عندهم الحس الدرامي، ما بيعرفوا يمثلوا. هلا ما بتعرف شعب مسي. واضح. ما بتعرف تمسي. ايه عفيك، عم تشدي انت. ايه لانه ايه طبعا يعني طبعاً بخصني هالموضوع. تمنيت، ما هو شو بيصير فيهم اللي ما عنده خبره التمثيل؟ هلا لو عم جيب حدا عربي بس فهمنا، بتجيبي بنت جديده بتدربي. مزبوط. ارمني بس ماشي الحال، ما هي ارمنيه. لما بدها تزد جملة أرمني كذا جملة عربي، وقفت باثنين سوا ضاعت، ما قدرنا. طب استاذ شكري، قديش انت كمان عملت ابحاث، تفتت بهالتفاصيل، قديش انت عندك اصحاب او قريبين كمان ارمن، تفتت بهالتفاصيل هيك وتقدر كمان تعكسهم من خلال الفيلم؟ ايه قريبين، لا اصحاب في كتير، يعني قمة أصحاب الأرمن بيير شمسيان. هي الفكرة عندي مش من هون. الفكرة كونا نحن بنسمع عن الأرمن ذكرى 24 نيسان المجازر، ذكرى كذا، ذكرى كذا، هيدي قضيتهم القومية والوطنية، نقف أمامها باحترام وبإجلال. بس ما هول كمان عايشين بمجتمعنا، بيحبوا بينحبوا بيضحكوا بيسهروا وبيتاجروا بيشتغلوا. طب ومهرة مهرة. صح. بكل شيء. وقال ما كان نقاك يعني. فبس نحكي عن مصايبه. هل بدي اقول لك يعني تقريبا 100 سنه صاروا على وجودهم هون، نحن بعد ما بنعرف هالعادات مثلا المختصه، مثل ما عم بتقول بنسمع عن المجزره، ما بنعرف كيف بيكون العرس الارمني. انا مش جاي على المجزره، لا من قريب ولا من بعيد، بس تقاليد وعادات ما بنعرفهم. وحتى انا مضل، لانه بعد يمكن ولا عمل يعني ما في درامي، ما في عمل درامي اشتركوا فيه ارمن لبنانيين، ما في. هلا اول باب
وانا اكيد بعد الفيلم كانت عم تقلنا انه بدات الفكره مش من هون. إيه لا مش من هون، بدات فكره من 14 سنه. اوكي كيف؟ خلينا نرجع لوقتها. كان في هيك بعض الافلام اللي حضرناها. عفوا بس هلا لحتى بس نفسر للعالم، اللي عم نشوف هو تقاليد لعرس ارمني اجمالا كيف بيصير، والرقصه الارمنيه التقليديه. اوكي تفضل. موجود اكيد موجوده عندنا. هي الفكره كانت انه حبيت مبدا الشرط. هلا بتقولي لي شو؟ مش رح نفوت كثير تفاصيل. شرط او تحدي؟ لا شرط اكثر من تحدي. شرط ليصير هيك بده يصير هيك. وراح الزلم يفتش على هيك، طلعت هالهيك ما لا تزوج للبناني لعربي، هي البنت الارمنيه. من هون رحنا بالموضوع. هاي واحد. اثنين، صار لازم نحكي عن الارمن، صار لازم نشارككم معنا. يعني بيقول لي ما في فكرة أوريجينال بالدراما تبعتنا، هذه أوريجينال. ما بعدين بعد فكرت مثل ما نحن تلفزيون مستقبل كنا أول تلفزيون ببث نشرة أخبار باللغة الأرمنية، ورجعوا كذا تلفزيون من بعدنا عملوا هيدا الخطوة. أنتوا دائما بايونيرز. شكرا على سلامتك استاذ. شكري. النص قد ايه له حاضر؟ لانه يعني تنقول انت غائب عن الدراما بس فعليا انت منك غايب. هلا بدنا نرجع نحكي بالتفاصيل لانه في كثير اعمال، شيء مجمد، شيء قيد التطوير. تنحكي بس بما انه بلشنا عن زفاف، يعني قد ايش له حاضر هيدا المشروع؟ لا مش له حاضر المشروع، بلشت اكذب اول السنه. الفاينل درافت طلعت من شيء شهر ماكسيموم. بتعرف الفيلم بده إعادة كتابة عدة مرات ليطلع مثل ما أنت بدك، خفيف بضحك كوميدي له عبرة له رسالة. حضرت عرس أرمني؟ لا. أوكي خلينا نشوف الرقصة الأرمنية ونرجع. لا رح نعطيك. لا هاي مش مقابلتي. عم نحكي انه بدك نسخة من الرقصة الارمنية، يعني هالجو الارمني تو بي اكزاكت، يعني تو كوبي بيست. في عادات وتقاليد شوي بعيدة عن العادات والتقاليد او كتير بعيدة عن العادات والتقاليد، مثلا في شيء اسمه ميتشينج اللي هو بيصير قبل العرس، قبل بيجهزوا العروس، كان بيعملوا لها عادات غريبة شوي عن ثقافتنا. لكن لخبرك شغلي، تو بي اون ذا سيف سايد، انا كيف اشتغلت المشكلة والعقدة والحبكة والكذا والصراع والغرام والابتعاد والاقتراب لحد ما وصلنا للزفاف. زقف يلا رجعوا قبلوا فيه، يعني قبلوا فيه رجعوا، يعني بالمبدأ نبقى نشوف. اصلا بس بدنا نشوف التفاصيل، يمكن اذا قبلوا فيه قديش تعذب وشو صار تفاصيل تنوصل. يعني تيكون كوميدي بتكون نهايته سعيده اكيد. هلا اوكي سعيده منا مرجلي، اذا قلنا نهايته سعيده حكما نهايته سعيده، لانه كوميدي ما بيصير تكون نهايته مأساويه. يعني روميو جولييت ما فيك تعمليها كوميدي ابدا. صح. بس كيف؟ يعني شو المراحل اللي مرق فيها وكيف تطورت قصة لحد ما وصلنا للعرس؟ قد ايه لك مش كاتب كوميدي استاذ شكري؟ يعني أنا معرفك كدراما يعني نادرا اكاتب عملين، جميل وجميلي سنة بعرف 2000 لا كلها مالحة أول شيء سنة 2002 بعدين جميل وجميلي بال 2005 2006 ما عادش فايق، جورج خباز وريتا برسونا. انا عندي مواقف كوميديه. صح. بالدراما من هيك اول مره بدنا نشوف هيك يعني. صح. حاله كوميديه مزبوط، كوميديه مشغوله على المزوره. بيشبه شوي الفيلم يلي شفناه بالصالات السينمائيه، ماي بيج فات جريج ويدنج. بيشبه انه ارمن يعني وفي لبنان، بس هو الجو الضاحك، الجو اللي كمان مضوي فيه زفافيان على
على ثقافة معينة عندهم وإنتاج أدبي معين عندهم، رح أتركوا مفاجأة للجمهور الأرمني لما يفوت يشوف. نحن لا مش هيك كبين الشغلة، أخدين شخصية كاتب أديب أرمني مشهور يشبه الكاركترات الساخرة اللي معنا إياها نحن بكتاباتهم ضوين عليه. بس كمان بس قبل ما نخلص من هالموضوع، يعني هذا موضوع دقيق شوي، يعني في كأنه شعرة صغيرة بين مش إذا فينا نقول يعني انتقاد الشعب الأرمني أوكي أو إلقاء الضوء على التراث، وهيك يعني ممكن يعتبروا البعض انتقاد للعادات وال أبدا. أنا ما قلت لي أخي تحذري بهذا دقيق لأن هالموضوع عم بتسلط الضوء أكثر. عم بحكي عن بنت أرمنية مثال الجمال، مثال التهذيب. مش ما بدي وجه هالأوماج، بدي وجه هالتريبيوت للأرمن، ولا شو عم بعمل هذا الفيلم؟ منه بيور أرمني، أنا مني أرمني، منه بيور أرمني، بس منقي الصفوة، صفوة الحلوة الناعمة اللي صورة بهالبنت ومن هونيك وطالع حضره. أوكي. هيدا عن المشروع اللي رح بيتم تصويره هلأ، رح تبلشون الله راد الشهر المقبل. نعم. بس بدنا نرجع كمان لورا لأنه يلا. بس نقول اسم شكري أنيس فخوري دغري نقول العاصفة تهب مرة ثانية. صحيح. وعلى فكرة هلأ بعطيكم هيك شيء، في إمكانية كتير نعمل العاصفة ونساء في العاصفة إعادة صياغة جديدة في إمكانية. هلا مثل ما هي نحن عم نرجع نحضرها كل ما تنعرض على تلفزيون لبنان. يعني بلا لا إعادة بدأ إعادة كلها، بدأ ضبضب، بدأ إنتاج جديد. عم بنفكر بهالمشروع. هلا بنحكي أكثر بس خلينا نشوف المشاهد. خلينا نسترجع هاللحظات بين الممثل رولا حميدة وفادي إبراهيم نادر صباه و أهلا. لأنه ما حدا بحياتي كلها هنا إلا أنت. ما عندي استعداد أعتذر على اللي صار. ليش؟ لأنه وحدة بوحدي. مش نادر صباح اللي بتمد إيدي علي مرة حتى ولو كانت أنت. مش أنا يلي مديت إيدي عليك. مش أنا نادر يلي مد إيده، هو جيل كامل من النسوان على جيل كامل من الرجال. اعتذري وما تخترعي كلمات كبيرة وتتخبي ورا حجمها. ولا مرة عم طلب من الصدق يعتذر من الكذب. وانت المرأة الصادقة يعني؟ يعني عن جد حتى الأسماء بعدها راسخة عنا. نادر صباح، جمال سالم، نهلة راشد، نساء في العاصفة. نساء في العاصفة بس بعدهم عم نحكي كنا أنه عمل حالة هالبرنامج. لخبرك لي أول شيء 177 حلقة هيدي ما انعملت وبعد لهلا ما انعملت بالعالم العربي. مزبوط. بالعالم التركي يمكن والمكسيكي يمكن انعمل، العالم العربي ما انعملت. فإجا هيدا حامل كل خبريات الحياة، علاقة المرأة بالرجال، علاقة الكذب بالصدق، علاقة السياسة، علاقة الوطنيات، علاقة اللي بدك إياه. 177 حلقة عالج وكل يعني. كل شيء. بس أستاذ شكري سوري، وقتها بلشت المشروع كنت عارف إنه رح 5 حلقات ومن هون حسيته هالقد اخذ نجاح، هالقد في مواضيع لازم تطرحوها وكفيته فيه. ايه هي كانت تعود لالله يطول بعمره لنظره الثاقب لفؤاد نهين. وكيف من 5 حلقات وصلت لل 177؟ قعدت انا وفؤاد نعيم، قال لي هول كثير حلوين قبل ما ينعرضوا، هول هيدا العاصفه تهب مرتين كثير حلو، بدنا نعمل 100 حلقه. نحن نوجه له تحية للأستاذ فؤاد. نعم بنوجه له تحية. شو لك؟ مش سنتين كان ضيفنا. هلأ لخبرك شغلي وقتها هو ترك صار بالفيوتشر، استلمها فترة بعت وراي وهيت لنشوف. قدمت له فكرة وقتها اسمها نساء في العاصفة، خبرته عنها قال لي بس مش مثل العاصفة. قلت له ما تراهن انت رهاناتك صح، هلا ما تيجي تراهن غلط. هل قد كنت واثق انت؟ المبدا ما في شغله بكتبها
لا مع انه بتتكل على رايه للاستاذ. ايه بس انه خلاص ما تراهن غلط، ما انا عارف شو عم بعطيك تاني عمل. لا اخذوا تلفزيون لبنان نساء في الاولاك، نساء في العاصفه اهم من هيدا. رح نشوف هلا مشاهد من نساء في العاصفه بما انه حكينا عنه. يقطع الاجراءات شو صعبه. بدي اشوف الماما، بدي اقدر من الحبس بدي اشوف الماما. اكيد 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 عملت المستحيل بعد الحاح الدكتور خلف، عملت المستحيل لاستحصل لك على اخراج موقت ومشروط وعلى مسؤوليتي. ليه ما بيقبلوا بكفالة تانية؟ ما انت عارفة مصيبتنا، بعد ما غيروا الهيكلية بمكافحة المخدرات ورجعتي انت على الحبس بتهمة المتاجرة بالمخدرات ملقوطة بجرم مشهود، ممنوع تكوني برات الحبس مهما كانت الكفالة. عم نشوف هون الممثلة ندى أبو فرحات والممثلة مارينيل سركيس، و ودور ندى كان كتير نافر بهيدا المسلسل وكتير معنا. هيدا الدور عطاها نجومية لندى أبو فرحات. كان عندها دور صغير بالعاصفة تهب مرتين مش كتير. اجت هي وقتها قالت لي بليز وقف لي بأشبت. كانوا عم يعطوها فتات، قالت لي ما بيكفوني روحوا اجي. فوقفنا الدور وتركناها لدور أساسي حاططها كنت براسي بنساء في العاصفة. ومثلين كتار هيك كمان اذا بدك نجمت لهم الطريق استاذ شكري وسطعوا بالمسلسلات والادوار اللي انتم قدمتوها. عملنا مع شي 100 ممثل يعني ندى انت كنت حاططها براسك بس كتبت الدور، بس شفتها بالعاصفة موهبتها رائعه البنت، ادائها رائع، ببلشوا الناس هي مين هاي، بس يبلشوا الناس يدقوا لك ويقولوا لك مع انه دور صغير مين هاي، ايه خلص معناتها مين هاي، مثل ما صار مع سيرين عبد النور بغدا يوم اخر مين هاي. لما اعطيتها دور صغير الطبيبة اللي بتعمل جراحة وقتها كان مع طلال الجردي، قولوا لي مين هاي، خلص بس قالوا مين هاي لفتتهم. جبتها بابنتي بس فيها مخاطرة انك تحط اسم جديد بدور بطولة. حطيتهم كلهم انا وكلهم كانوا جداد، في ناس لقطوا ومشيوا وفي ناس لا. عمار جبته الناس كانوا يفتكروه سوري، قلت له حاجة يفتكروك سوري خي تعي رح حطك بدور الزاوية، لانه كان يشتغل بالمسلسلات السورية كتير صح؟ ونادين نسيب نجيم كمان نجمت من خطوة حب صح؟ مع ماشا لا احنا نشوف هلا بعض المشاهد. هاي الزاوية. لا هاي خطوة حب غريبة هون. غريبة كمان عمار وسريع. غريبة عمار وسريع. إذن هيدا كان أول عمل لسيرين بطولة إلنا؟ لا أو ابنتي كان. ابنتي أول عمل. ابنتي أول عمل تلي الغريبة تلي السجينة. وعمار شلا اكيد مش اول تعاون معك الزاويه، اول تعاون الزاوية مع عمار بال 2002 وبعدين كمان بعدين قضيه يوسف بعدين الغريبه. ايه هلا بتقول الاسامي استاذ شكري دغري بنرجع بنتذكر عن جد كل مسلسل وكل شخصياته وكل هالتنوع يلي كنت تجمعه. من هيك عم بقول لك زفاف يان هيك خطوه جديده، لانه بنعرف هالمسلسلات قد ايه فيها معاناه ومشاكل ودراما. ما انا لك عهدت نفسي بالعاصفه ونساء في العاصفه والبقيه كلها عالجت كل شيء في مواضيع، فقعدت فكر انه اذا ما عندي شيء جديد اقوله او على الاقل بناحيه من نواحي جديد بلا ما نقول هي مش مهم تعبي ساعات وتعبي هوا وتعبي كذا. زفف يعني عندي شيء اقوله نزلنا فيه فيلم من هيك ما شفناك مؤخرا بشهر رمضان المبارك. لا هو كان من المفترض يكون في يا عمل يا عملين بهيدا رمضان ورمضان اللي قبله، ما زبطوا انتاجيا ما زبطوا يلي هو بدنا نحكي اكثر عن هالبروجي اللي هلا انا في شغلتين عاملهم كاتبهم و نايمين بالبراد. رفيق مسلسل الشهيد رفيق يلي الحريبي. خلص تصويره وكل شيء منتهي من زمان. وغبطته والشيخ غبطته هلا غبطته والشيخ له حاله معينه
بهمنا يتسوق عربيا، لانه موضوع انا بعتبره هاي قضية عمري. التعايش الاسلامي المسيحي هو قضية عمري بشكل فعلا عمري. يعني غبطته هو الشيخ من اسمه بيبين العلاقة بين غبطة بطرك ما خيالي وسماحة مفتي خيالي، تدور القصة حولهما. هني صحيح خياليين، ولكن يا ريت كانوا بالواقع. مثالية هي مع بداية الحرب اللبنانية، وكيف كان موقفهم الراقي والسامي. واثنيناتهم هلا بيذكروني بسماحة المفتي هلا وغبطة البطرك هلا، غريب كأنه يعني. وكان شو الإشكال اللي كان؟ ما بعرف حبيبتي، عربيا عربيا كيف ممكن هلا هون بتنجي إذا الحلقة كلفت $40,000 أي محطة بتدفعها. هو كمشكلة تسويق بس عم نحكي يمكن بينما هون كل المحطات محمست له، عم بحكيك يا حرفي كل المحطات بس يعني اذا بيع لمحطه وحده قد ايه بدها تدفع والباقي مزبوط. عم بنأمن تسويقه العربي وقربنا يعني يلا على امل انه هالخطوه تتم. مسلسل الرفيق اللي كمان هو بيتناول سيره حياه الشهيد رفيق الحريري. جواب اساله المنتج تبعه، ما عندي جواب. نعمل وقف ما بعرف ليه خلص العمل هو خلص تصوروه. تمام تمام نعم. طب عنا مشاهد هلأ من سجينة رح نشوفون بيش هالمشاهد رح تجمع عمار شرق وسيرين عبد غريبة 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 سوري مع عمار وسيرين. ما كنت عارف الناس بتحبك هالقد، خصوصاً إذا في حد مرة حلوة. عن جد حياتي بتشوفني حلوة هالقد؟ إني بشوفك. أنا بدي هيك أنت تشوفني. أوقات الشوفة بتخوف، بس اللي شايفه حد يخليني أستغرب. أول مرة بشوفهم أقراب هالقد. بوعدك رح ردوا الأقراب على البيست وبرات البيست. طارق شو هلا شفنا عمار شهلا سيرين عبد النور نهلا داوود وليد العليلي وعصام الاشقر. استاذ شكري قديش انت بتطل على سات التصوير بس يكون عم يتصور العمل، وقديش كمان بالنسبه لك النص هو مقدس وما لازم يتعدل؟ خلينا نتفق معنا القداسي. انا بقول لهم بالقراءه ولا ابسط منها هاي الجمله اللي انا كاتبها، خلينا نقراها معكم على صوت عالي. إذا حسيتوا فيها شيء فلنتداول ونصحح جل من لا يخطئ. طيب بس أنا هيدي ما بعرف أولى شو أنت بترتاحي تقولي، إذا بتعطيني أحسن منا كان به وإلا لا بليز احفظيها. لأنه أنت شايف الشخصية، عرفت كيف؟ ورسم خط. أعطيني أحلى من هالجملة شي مرة حدا عطيك أحلى من هالجملة؟ إجازة لك طبيعي بتتغار على عملك استاذ شكري. هلا هالقد واسع اعطينا احلى وما تعطيك. هلا اوقات كلمه بتبقى على السمع انه هاي قبل هاي او ايه يعني القداسه لا تعني عدم المس بالنص. بس لانه جيناس. انت شايف هالشخصيات وانت عامل الحبكه وعارف هالشخصيه كيف بتفكر وكيف بتحكي، من هيك الممثل لازم يكون لين صح؟ مش مثل ما هو قبل ما قال له تفضل هيدي الحلقه بقراها مره ومرتين وبخزي وبغير يعني خلص واصل على عملك وقت بتغار على أكيد. عملك اكيد ما اسمي قد ايه بياخذ تحضير كل عمل؟ يعني عم تقول بخزي بغير. ايه انا لخبرك شغلي عندي كان مشروع مسلسل اسمه مرايا العمر، من بعدين جمدته وكتبت غبطته والشيخ. كتبت منه 12 حلقة وكبيته. ما حبيته. حدا بيعملها؟ طب في طقوس معينة بس بدك تكتب بالبيت بالقهوة؟ لا لا هولي ما هيك. أنا كيف بشكل مختصر بوعى بكير كتير لفترة ساعتين أو ساعتين ونص
هاي الفترة اللي بحب اكتب فيها. اوقات عشية ندفي. وبالجامعة شوي اذا عندي فضاوي. ما في طقوس. في الطقس الوحيد انه الفكرة اللي عم بكتبها هلأ تكون ناضجة واضحة براسي. شفنا عمل يمكن السنة الماضية لنادين جابر للمخرجة نادين جابر للكاتبة عفوا نادين جابر. شفنا قديه الكاتب بيكون متأثر بالشخصيات اللي هو بيكتبها. أنت بصير في هيك أوقات هيك حالات شوي؟ خبرك أنا بعلم تلميذي بالجامعة بقول لهم أنتوا استغفر الله مثل ربنا تخلقوا شخصية وبتديروا لحياتها وبتاخذوها لهون وبتجيبوها لهون بتنهوا لمصيرها. حتى ربنا ترك لنا حرية الخيار. انتو ككتاب لا ما في حرية خيار لشخصياتكم. عرفوا كيف تمشبون عرفوا كيف تقنعوا الناس فيهم. بس مثلا انا ايه في بعض شخصيات هيك بحن لها بعالجها بطريقة لانه بتمثل جزء من مبدأ معين براسي. بس انه هيك اتأثر. حافظ سطور معينة مشاهد معينة بعدك لهلا ايام بترددون؟ لا. طب شو اكتر عمل تعبك؟ تعبني اول العاصفة تهب مرتين. لانه كنا شو يعني بالجمعة نكتب حلقتين نصور حلقتين نعرض حلقتين. يعني طلع ضغطي وحطيت عوينات ووقفت الغدة وشو بدي. اوكي قبل ما نتوقف مع بريك بس بدي اسالك النهايات تبع الاعمال اللي بتقوم فيها بتحددها على اساس انت شو بتحب او الجمهور شو بحب؟ وفي بعد شغله ثالثه قد تكون هي الشخصيات بتطورهم والمفروض يوصلوا بالمنطق وحسب الرسالة اللي أنا بدي وجهها وحسب إذا العمل عم بينعرض وأنت بعدك عم تكتب الحلقات. هوني الله ما بس هوني أنت ما بكون عندك فكرة الله شو هذا بيعرف شو بينطلب منك تطول بعد بال فؤاد نايم يعني. كل ما نخلص 50 يبعث لي بوكي وردي يقول لي عقبال الثانية 50 الثانية حرام الله يقدم له الخير. يا ريت بترجع هالأيام لأنه كانت عن جد أيام ذهبية بالدراما اللبنانية. هلأ فقدنا ورا تلفزيون لبنان اللي فؤاد نعيم حطوا على السكه. انا كثير انسان بحبه لفؤاد يعني وكل اللي اجوا بحبهم. بس هو كان عنده بعد نظره. بقيه التلفزيونات فكرت تعمل دراما من بعده. يلا نحن حديثنا مكفى معك رح نتوقف هلا مع بريك. استاذ شكري ونرجع نكفي. يلا